ازيكم يا جماعه؟ نشوى بتشرب الايس كوفي؟ لا ازيكم؟ يا صباح العسل، يا صباح السكر، يا صباح الفل. عاملين ايه؟ ابتدينا من هنا. انتوا هنا فين؟ احنا هنا في صباح الخير يا عبدو. عامل ايه؟ ده عبدو الكتات ابن عمي. عبدو بس، عبدو بس. احنا كنا مسافرين وجينا نسلم عليك يا عبدو، لميت العيال وكلنا وجينا عشان نسلم عليك. صباح الخير. اجوا اخدوا حاجاتنا من البيت القديم، واخدين بالكم؟ عشان هدومنا انا كلها كانت هنا، فهنمشي من هنا. صباحكم عسل. صباحكم زي القشطه. سلام. والمطاعم والسوبر ماركتات وكل حاجه هنا، والصيدليه والكافيهات ومطاعم سمك، في كل حاجه هنا موجوده. بصوا كل دي، وتشيكرز اللي احنا بنحب ناكل عنده هنا فرع برضو، ومحلات بيتزا ومحلات سمك. ووصلنا بالسلامه، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، منورين. بنورك. الفاتحه فين؟ هم طوروا الفاتحه دي. ايه؟ عندنا ايه؟ لا عادي. عندنا احنا كنا دخلنا من الفاتحه انت قلت عليها على فكره. السوبر ماركت ده انا بشتري من عنده، ومحل بلبن، ومحل تاني اسمه سكر بلبن. من زمان. وبتاع لوتا بتاع السمك، كله يعني. توتا وهيبر وكل حاجه. السلام عليكم. انا بتفرج معاكم، لسه داخله معاكم. مطبخ كبير اهو، وحمام وغساله ومطبخ، تلاجة شغاله في حلل بقى. ايوه. ازيك يا عم علي؟ الحمد لله على السلامه. ازيك يا بندق؟ طب خلينا لسه داخله. بصوا حلل وحاجات. ايه شقه كبيره اهو ما شاء الله. استنى بس ما نبصش دلوقتي. بسم الله. السلام عليكم. وده حمام تاني. بسم الله. سجاده الصلاه. الله. وسفره صغنطوطه في الاوضه. وتكييف. دي قلتي ناخد دي؟ نعم يا حبيبتي نعم. انا لسه ما اخترتش. انا برضه تعملي اكل. انا لسه ما اطلع اكل، انزل اكل، اطلع اكل، انام اكل. قولي تاني كده. خدي معلش عشان تشوفي ايه. انا ايوه بتعملي اكل، انزل بسين. خلاص اكل هاكل، وبعدها اطلع مسرح شد زوجي واحط انزل تاني واطلع اكل شويه. جنب انت كده هنا تاكلي تنزلي بسين وتنامي. مش عايز حاجه من الدنيا. ايوه انا شفت الكات. تمام. لا والله زي الفل ولا اي حاجه. لو في والله من غير ما تقول. دي تلاتة اهو. لا سيب دي للعيال، سيب دي للعيال. والشاشه بقى هنا، والركنه هنا، والقعده الجميله هنا، والسفره بقى في هنا. اوضه في على اليمين بس ما نفتح اول السفره. انا جامده اهو. واو. انا هنام هنا، والشوايه والمنظفات وحاجه التنظيف كلها، والجنينه والجمال. استنوا بس اوريكم البسين، بس اوريكم البسين. السلام عليكم. معلش انا حاسه اني دخلت عليكم مره واحده. والبسين بقى اللي هننزل ننط فيه دلوقتي حالا. هننط في البسين دلوقتي حالا. تعالى نشوف بقى الاوضه الثالثه. الاوضه الثالثه والله مخشها دي مش فاتها كيف. بص امير ابنك ما بحبش. سيبني الامير، سيبني الامير. امير اوضتك يا نانو يا حبيبتي اللي على البحر. دورك. اوضتك ايه يا امير؟ دي كبيره لوحدك عشان تنام لوحدك. لا لا حلو. مروحه ايه؟ لا لا وبعدين انت كنت
ما طلعتش في الشقه وشغالين كرتون، قلت ماليش في الشقه ليه؟ انت كنت اللي مطلعك فوق. قلت جايز الشقه اللي فوق. بص ولادك دخلوا يجروا على الاوضه اللي فيها التكييف وناموا. سيبك مني. ها وامال دخل الاوضه الثانيه والشنط اللي كانت هنا كلها انا دخلتها. بص والله قايلهم لما معمول. والله ما عملوا معايا اي حاجه، حتى هدومهم انا اللي مدخلها. عملت كوفي كورنر. كوفي كورنر للمشروبات. كوفي كورنر للمشروبات بتاعي والسلطه المكرونه. عملتين قبلها من امبارح. وعينت الحاجه في البص في الفريزر، وعينت الحاجه في الثلاجه. ما شاء الله. بص ومظبطه الدنيا، وعينت الحاجات هنا موجوده والبهارات بتاعتي وحاجتي. عايزين عيش. عايزين عيش. ليه بقى؟ في عيش هنا في الجبن. ده الفطار؟ اه. مش مشكله الفطار والهدوم. وعملت بص الاوضه بتاعتنا. الاوضه بتاعتنا عملت فيها، عينت لك الهدوم في الدولاب وظبطت الدنيا. الله يصلح حالك. وخلصت الاوضه بقى ومشغله لك التكييف كده. ناس رشها لي المعطر عشان تبقى البخور. ما جبتش بخور؟ جبت كبريت؟ اه ولعني. مش مشكله. وايه الدنيا بقى ايه؟ رايقه ومخلص. عايزه اقول لكم على حاجه. انا دخلت الشقه قبل الشقه دي على طول. وطي شويه. عشان اللي هتسالوني عن اسعار. عشان هتسالوني على الاسعار، الشقه اللي قبل دي هي اوضتين ب 1400 جنيه. وخلاص دخلنا وكله. وبعدين ايه؟ قلت نادين ممكن تيجي النهارده بالليل وممكن مش عارفه. فقلت لها كلمتهم تاني قلت لها خلاص معلش هاتي لي اوضه ثلاث اوض، فالاوضه اللي ثلاث اوض بتاخد تصريح اكتر، بتاخد عدد اكتر، لان هنا انا هنا سريرين وهنا ثلاثه وهنا اثنين. ما شاء الله سرير كتير قوي. فاخدت دي ب 1800 بس الاولانيه اللي كنت جايه عليها 1400 جنيه. يعني 1400 جنيه. 1400 جنيه الشقه هنا على البسين. البسين هنا والجنينه هنا والسوق عندك على الباب والجامع في الوش برضه. يعني تعالى اوريكم هنا الجامع على الوش هنا على طول لو اوريه لكم الوقت. تعالى اوريكم مراتي. استنى بس لسه شغل بس الفرن وحاسه ان هو مش هيشتغل. لا وقال لك هيبقى لك شغال. فسعرها حلو، سعرها حلو جدا جدا جدا. وحاجزه منين؟ هسيب لكم اللينك بتاع اللي انا حاجزه منه لو انتوا عايزين تحجزوا. يعني هو مش كاعلان ان انتوا عايزين تحجزوا ب 1400 جنيه الاوضه الشقه. واوضتين حلوه مش وحشه، بس انا عشان انا معايا بنتي وجوز بنتي، فعشان جوز بنتي عايزه اقول لكم ان الاوضتين احنا بنتاقلم بيهم. حتى معايا بنتي وجوز بنتي بدخلهم في اوضه، واحنا بقى اللي هننام على الكنب. بصوا الكنب عامل ازاي؟ يعني انا عايزه اقول لك على حاجه، انت ممكن ده نصيحه مني ليك، ممكن تاخد الاوضتين. بصوا الكنب، في كنب هنا بيتفرد سرير لو شاب ولا شابين يناموا عليهم عادي. التكييف هنا شغال في قلب الصاله، يعني التكييف في قلب الصاله على الكنب. فانت لو اخدت الاوضتين ب 1400 جنيه بحلو. والله 100 100. إيه انتوا عدد؟ عايزه عدد 1000 وغساله وحمام كل حاجه. وحمام ده حمامين. حمام انتوا شفتوه دلوقتي، وده الحمام الثاني ايه بالبانيو وكده والسخان والحاجات. والله شغله متدلع. ب 1400 و 1800. وهنا الجامع على الطريق. التكييف شغال. بصوا يعني السوق اهو والجامع اهو. ما ده معلم مش فاكر بتاع مش بتزحلق. وبصوا في الحفه وبطاطين، يعني حتى الحفه الجديده هي لسه في الاكياس بتاعتها. وبطاطين وحلوه ونظيفه وتغيير، والبسين موجود والبحر. بصوا يا جماعه احسن الواحد بيجيب عياله مش عشان نفسه، هو العيال ايه اهم حاجه عنده هيكون في بسين. انضف من البحر وتحت عينيه. تعديل صغير. كل الكومنتات يا نشوى انت ليه ما رحتش شقتك؟ والله العظيم ما عندي شقه في راس البر يا جماعه. انا كنت اخدت لسه بنحكي في الموضوع ده يا جماعه بقالنا خمس سنين. انا كنت اخده شقه بفتره معينه وخلاص بقى راحت لحد نصيبها. كنت اخدها اجار. الكلام ده بقالنا كانت سنه تقريبا. اخدتها سنه على بعضها صيف وشتاء وطول الفتره. فالناس اخدوها بقى طبعا. وقت ما قعدتش اعرف اخدها سنه على بعضها عشان البيت اللي انا شارياه ما يبقاش متضغط عليا كتير. مكانين يعني. فخلاص يعني هجيب سنه على بعضها وابقى قافلاها ليه؟ فعشان كده استغربت من غيره الاسعار. قلت لي يا نشفى في شقق على البحر ب 2000. ايوه في شقق على البحر في راس البر. مكانها بيبقى متطور. بس بتبقى في زحمه شويه، يعني مثلا في سوق في اي، يعني انا احب بصوا راس البر دي تعلم في كل واحد. يا جماعه راس البر دي بلدنا، احنا بنحبها ومتعلقين بها جدا. بس احنا لما نشوى بتحب ناحيه السوق. احب ناحيه الجامع. فناحيه الجامع ده اللي هو مثلا من بعد شارع 11 لحد شارع واحد. فالحته دي كان سعرها غالي جدا عليا. في طبعا ب 2000 بس الكلام ده بقى 89 لغايه 101. وفي 101 و101 وفي 500 جنيه وفي 700 جنيه. يعني في اسعار زي ما انتوا عايزين. بس احنا طبعا عشان بنحب نقعد في مكان حلو، مكان في بحر ومكان قريب من السوق والخدمات. فده بيبقى غالي شويه. مكان غالي فما ما مشاش معانا. احنا قلنا بدلنا دي بيها، يعني حلوه قوي ان احنا جينا مارينا وقريه مقفوله والمطاعم والسوبر ماركتات والبسين موجود والبحر موجود. يعني مش عارفه بقى البحر شكله ايه دلوقتي لما احنا نشوفه. انا باجي كل مره بس ما اعرفش دلوقتي واكيد شغال ولا لا. دلوقتي هننزل نتعرف عليه. بس بناخد نفسنا والعيال هنا اوضه وهنا اوضه في الاوض. اشغل بس كده ايه. بصوا المكرونه البشاميل والفراخ البني.
تلاجة كبيرة ما شاء الله. مش عارفه بقى الفرن هيشتغل. نازله انا وعم علي الكليبس دي يا نشوى من دلوقتي ليه؟ نشوى لبسه الطاقيه. الدنيا شمس بصراحه، وبعدين احنا نازلين لان احنا اتحطينا في موقف. ايه هو؟ الفرن مش عارفين نشغله، في مشكله مش عارفين نعملها، فايه؟ فهننزل نجيب من هنا كيس مكرونه. انا ما جبتش مكرونه. نجيب كيس مكرونه ونشغله بالفرن. لا نجيب كيس مكرونه نعمله في الحله كده بقى، وعينت صينيه المكرونه البشاميل اللي مقروره عليها من امبارح دي. فريسكا عايزه واحده فريسكا، معاك فلوس؟ فريسكا فريسكا ولا نجيب واحده فريسكا على بعضها. كام بس بتاعت الفريسكا؟ افتح لي واحده. طب انت ليه مش بتنادي يا فريسكا فريسكا؟ ممنوع تنادي؟ غرامه لو ناديت؟ لا انا ما اديت وقت هيغرموني. ده نادي بسر. احنا ساعتها لما بنعدي من الشارع كده وحد بيشوفنا بيقول لك ايه ده؟ اه والله عامل ايه يا فريسكا؟ ونروح نجيب مكرونه من السوبر ماركت ده ولبن وزيت ميه. فين السوبر ماركت؟ مش كانت فين السوبر ماركت؟ انت رحت كده؟ مشوار. مفيش هنا مكان هنا؟ انت قصدك على ايه في الاصل؟ اللي هو هنا. هنا الكبير اللي هنا ايه؟ هو اللي كان هنا على كان هنا، ما كانش هنا. انا عايز اسوق المكنه. دي الجناين شكلها تحفه. بصوا انا جبت بلح لعلي عشان بيحبه، اكتر حاجه علي بيحبها. جبت عيش وميه وجبت زيت لبن بس. مصيف يعني قارورة مية. مصيف يعني قارورة مية عشان تبقوا انتوا فاهمين يعني. جبنا الحاجات ونروح بقى ايه نولع على شوية المكرونة ونتغدى عشان العيال يروحوا البسين. يلا بينا. بص انا عملت شوية مكرونة وعمل شوية بطاطس وبعدين حمر البانيه. ننزل نتمشى كده في الجنينه دي والبسينات. بص البسين شكلها ونطلع على البحر نشوف البحر ايه. مش عارفه انزل بسين ولا انزل بحر، مش عارفه اشوف هنا انا ولا ايه.
رايحين على البحر. البحر شكله فظيع. نظيف. هتنزل؟ امال ايه؟ مش هينزل بتاعك على لا هنزل. يلا احنا هنروح على البحر كده. يلا يا يلا. فكرتك هتقولي والله انا اللي نازله كده. فين؟ ده انا لسه شدك يا بني ادم. الواحده الست ما تبقى عايزه توقع في جوزها في غلط. اقسم بالله. يعني ايه جت تنزل هنا؟ قلت لها هتزحلق عشان ده. بني ادم اللي بيتلكك ده لازم هيلاقي الف غلطه. ابراهيم وناديه. ده ابراهيم وابيه. وانت تعالى صغيره. تعالى العب. بنقف جول. حلوه هتبقي. ما نلاقيش مافياس للكره تخش. لا بس النشوه خس. اوعي تمشي ميه. اوعي. لا بالله عليك بالله عليك بالله عليك بالله عليك بالله عليك بالله عليك. احنا طلبنا بقى يعني اشتربت قهوه والنشوه طلبت اسمها نشوه كوفي كورنر. كوفي كورنر ليه؟ اسمها ايه؟ انا طلبت كوفي كورنر يا ولاد. اسمها بجد والله؟ احطه كان في الريسبشن يا بنت. اسمها ايه؟ ينسون. ينسون عشان هي تقرا لنا اربع جوان. انا طلبت ايس كوفي. ايس كوفي. وانا طلبت قهوه مظبوط وانا محول. بس انا كنت عارف عايز نشربها مع البحر. كلمة فان ست كده. زيكم عاملين ايه؟ منورين الدنيا. كانت في من زمان الواحد بيخرج منفوخ كده مش المايو لازق عليه. ده احسن افرق. لا احسن ما المايو يكون لازق عليه. بيبقى واسع كده والايس كوفي. ايه بقى وبص ايه رايكم بالقعده دي؟ تحفه. انا دخلت لجوه فوق ما تتخيل. لحد ما فضل يصفر يصفر وقمت خارجه قلت بدل ما اعمل قلق. انتهى الامر. اسكت اسكت اسكت. حاول
الشمسيه كل ده يعني على فلوسي بتبعتيها هتدفعيش هنا يعني لو قعدت طلبت مشاريب بس البحر الكراسي بالترابيزه في اي كان العدد بتاعكم موجوده ما بتدفعيش فلوس البسين من الصبح للساعه 6 7 برضو البسين مفتوح طول الوقت مفيش فلوس بنزول بفلوس ولا هنا في كراسي بفلوس ولا شمسيه بفلوس ده اللي بفلوس مشاريب بقى لو انت عارف مش ماركت ولا في هنا سوبر ماركت برضه اكيد على البحر في حاجه دي لا مش عارف يا بنت ساقعه على سخن ازاي؟ هو محوج غامق قوي غامق قوي تقيله قوي معناه ايه له فاتح؟ 40 جنيه فاكيد لك شربت كوبايتين مالك يا عارف صواريخ ما عايزانا يعني الراجل ده بدا يقول كلام حلو الراجل ده بدا يقول انا هجيب هنا على طول بدا يظبط اجيب هنا على طول ده كان عايز بابا خلاص كورونا ايه والله لا قفل التصوير بما انك يا علي انت بتتضايق ان انا بشرب الايس كوفي فخلاص بقى يا عم ما عدتش اشرب ايس كوفي صح احنا نشرب ايه ده فريش فريش بجد وريني بكام بقى دي؟ الواحدة ب30 هي تلج اصلا دقيقتين وتفك؟ طب لو قعدت تلات دقايق هرجع انا كده اخدها منك ب30 جنيه؟ ماشي تسلم قلنا نختم بقى بعصير فريش مانجا فريسكا 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 حلو والله مين؟ عصير والله اشرب عصير فعلا من البيت فريش خالص مش عارف صراحة احلى ساعة الغروب بقى ساعة جميلة قوي قوي قوي